وقالت كل العيال يا ماشيه يا تيتا، رجاء تجيب لنا ميه زمزم معاك. يعني دي اللي الواحد زعلان عليها برضو، ان العيال ايه مش هيجي لهم الطلب اللي هم كانوا عايزينه. الناس كلها بيقولوا احنا ما نعزكوش، احنا نهنيكم ان هي ماتت في وضع زي ده، ما حدش طايله. واللي يقول لك يا ريت نموت زيها، واللي يقول لك يا كانت بتعمل ايه عشان ماتت، ربنا موتها خدها في المكان دوت. قلنا لهم الله اعلم هي كانت بتعمل ايه، اللي بتعمل حاجه بتبقى بينها وبين ربنا. ما المخفي كان اكتر من الظاهر، والمخفي كان اكتر من الظاهر. وهي كانت سخيه وكانت كريمه وكانت تحب الضيوف، وكان بيتها مفتوح للكبير والصغير والرايح واللي جاي. وربنا يسعدها بقى على قد ما هنت الناس، ربنا هناها بصراحه. هقول لها الف الف مبروك يا حبيبتي على الحجه، وربنا يجعلها مبروكه عليكي، وربنا يتقبلها منك، وهبقى فرحانه وسعيده بيها انها حجت بجد. ده كانت امنيتي في الحياه، لكن ربنا تقدير ربنا سبحانه وتعالى فوق كل البشر. خدها في عينيا الاثنين، لان ما بفرقهمش عن عيالي. انا مثلا عايشه في بلد وهي في بلد، بس ما احناش بعيد عن بعض. تليفون صغير كده بلاقي، بتلاقيني عندها، وتليفون صغير بيكون عندي. والله كانت كل حاجه بالنسبه لي، والله العظيم بتكلم بجد بجد. هي كانت عندي اغلى من كل شيء في الدنيا، وما كنتش بعرف اروح. بقول لحضرتك يعني انا رايحه اجيب جلابيتين ليا، ما كنتش عارف اروح اجيبهم لوحدي. اتصل عليها اقول انا عايزه كذا كذا، تقول لي تعالي احنا نروح نجيب. عايزه دفايات، تقول لي تعالي احنا نروح. اي حاجه كنت عايزاها، لو حتى رايحه للدكتور، عمري ما رحت للدكتور لوحدي وهي مش معايا. سواء في وسنا او في شبين او في بنها او في اي مكان، لازم هي تكون مستنياني على باب العماره بتاعتها او على باب الشارع، اخدها معانا بالعربيه واروح للدكتور اللي انا عايزاه. وابقى مثلا مش عايزه اروح تقول لا لازم تروحي، انت تعبانه، ما ينفعش، ما يعملش، لازم تروحي. هي كانت، بقول لك كانت كل حاجه ليا بالنسبه لي. اتأثرت عليها جامد جامد. يعني ما كل واحد له معزه خاصه عندك، يعني الزوج له معزه والاخت لها معزه، فهي كانت بالنسبه لي ركن جامد جامد بجد. يعني هي كانت، هي بعد امي وهي صغيره، يعني انا اكبر واحده بس هي صغيره، بس كانت عمايلها وحاجاتها اكتر من الكبير. مش ما هو مش الكبير سنه بس، الكبير في افعال، وهي افعالها كلها كانت ممتازه 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 بصراحه، ليا ولاخواتي ولسلايفها ولسلايفها وكله. كانت بتجامل الناس كلها بكل براء، وتحب الصغير قبل الكبير، وتخاف على كل الناس، وتراعي شعور الناس. يعني كان فيها صفات مش يعني ما فيش حد معصوم من الخطأ، بس هي كانت بصراحة ربنا الله يرحمها، ربنا يوسع لها قبرها.